اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في عالم الطبيعة أشهر الربيع أشهر ثلاث، الذي يريد أن يحصد الزرع في الشهر الثالث لابد أن يجعل البذر في باطن التراب في الشهر الأول، يتعهد البذر بالسقاية بالرعاية بإزالة الحشائش الضارة إلى آخره. في عالم الطبيعة هذه هي السنة الإلهية، ولهذا من سأل الله الحصاد ولم يزرع هذا كالمستهزئ بنفسه، بل هو المستهزئ. في عالم الأرواح رب العالمين أيضا من علينا بهذه المنة، جعل الأشهر ثلاثا أيضا، في شهر رجب في شهر شعبان وفي شهر رمضان المبارك، الإنسان يعمل على تنمية باطنه. الزارع ينمي الأرض والمؤمن ينمي أرضيته باطنه. الحصاد متى؟ الحصاد في ليالي القدر. الحصاد متى؟ ليلة عيد الفطر. أنتم تعرفون لله عز وجل عتقاء من النار في ليلة العيد ممن لم يعتق قبل ذلك. إذن من أراد أن يكون من الفائزين ليلة القدر، من الفائزين ليلة الفطر، فليغتنم أول ليلة من ليالي شهر رجب منذ أول يوم. البعض يتكاسل، الشيطان يغريه بالكسل، يقول هذا شهر رجب، أمامنا شهر شعبان، يأتي شهر شعبان، يقول أمامنا شهر رمضان، يأتي شهر رمضان، يقول ليالي القدر. إنسان متكاسل ثقيل الهمة لا يخشى، هل يعقل في ليلة القدر تصبح معجزة، يصبح إنسانا كذائيا؟ من أراد ليلة قدر مميزة فليعمل من أول ليلة من ليالي شهر رجب. واتفاقا الروايات في هذا المجال كثيرة متنوعة. ندعو إخواننا قبل الموسم اطلع على بركات الليالي. الأزمنة والأمكنة لها خواص، لولا النص الشرعي لما عرفنا قيمة الحائر، لولا النص الشرعي لما علمنا قيمة الملتزم، لما علمنا قيمة الحجر وإلى آخره. الأزمنة كذلك، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يروي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه كان يعجبه أن يفرغ نفسه 4 ليال في السنة، يفرغ نفسه أي يجعل هذه الليالي متمحضة في العبادة، وهي أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. إذن هذه فرص، وفي أول ليلة من رجب هناك عمل، من اطلع عليه وعمله
خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. لا تستغرب، ملوك الدنيا في الأعياد الوطنية وغيرها، نعم، من حكم عليه بالموت والإعدام يعفى عن هذا، هذه جائزة، ويا لها من جائزة. إنسان ينتظر القتل غدا ولكن سلطان البلد يقول عفوت عنك. بني آدم يعطيك الحياة ويمنع عنك الموت بهذا المعنى. إذن رب العالمين لو أعتقك من النار الأمر يليق بكرمه. في قضية القصاص يتفق أنه عند خشبة الإعدام ولي الدم يقول انزل من العتبة أنا عفوت عنك. إذن لا تستغرب هذا الكرم الإلهي. المهم أن تبحث عن الموارد. يا ليت يأتي أحدهم ويبحث في الروايات موارد الخروج من الذنوب كيوم ولدته أمه. روايات متعددة، لعل منها من اعتمر أو حج، رأيتم عند الخروج من مكة المكرمة في الطريق إلى جدة، هذه الرواية مكتوبة في الطريق. إذن من عمل هذا العمل رب العالمين يكرمه بهذه الكرامة، ما المانع من ذلك؟ إذن الدنيا فرص، الفرص تمر كما تمر السحاب، اغتنموها. تريد أن تسافر إلى بلدة أجنبية منذ شهر وشهرين تخطط. بعض الناس من الآن يبرمج للصيف، يريد أن يشم الهواء في بلد ما. لماذا لا تخطط لنفسك في هذه الأشهر الثلاث لئلا تبتلى بالخيبة والخسران؟ هذه مقدمة عامة. شهر رجب، شهر رجب الأصب، تغمر فيها الرحمة، من الأشهر الحرم، شهر مبارك الرحمة فيها غامرة للعباد. في أذهاننا هكذا متعارف أن شهر رمضان هو شهر الله، ولكن النبي الأكرم يقول إن رجب شهر الله العظيم. نعم، رجب شهر الله العظيم، وشعبان شهر النبي، ورمضان شهر الأمة، هكذا يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشهر الثلاث، ويقول لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا، لعل من جهة أن القتال فيه مع الكفار حرام وغير ذلك من المزايا. المهم هذا الشهر من معالمه الكبرى الاستغفار. من يريد أن يستغفر، شهر رجب شهر الاستغفار. من قال في رجب أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، لست في مقام بيان المستحبات، إشارات سريعة، هناك استغفار تقولها 100 مرة وتختمها بالصدقة. الآن الثواب ما هو؟ راجع الروايات. بعض الناس عينه على الأجر فقط، استغفر للخلاص من الذنوب، هذه مزية عظمى قبل القيامة. صيغة أخرى من صيغ الاستغفار 70 مرة بالغدات صباحاً، 70 مرة بالعشي، هذه صيغة ثانية. صيغة أخرى أن يستغفر الله عز وجل في الشهر 1000 مرة. اتفاقا الروايات الثلاث، من قال في رجب ما قال في يوم واحد، من قال في رجب 100 مرة، من قال في رجب 1000 مرة من التهليل،
من قال في رجب 1000 مرة أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. إذن هذا الشهر شهر رجب شهر التوبة والاستغفار. قبل أن نختم الحديث، نحن في مقام فتح الشهية، إن شاء الله شهيتكم منفتحة. المؤمن عينه على الموائد المادية، ما تأكله في أرقى الموائد بعد السويعات، بعد السويعات تعرفون ماذا يؤول إليه. نعم، يخرج رائحة يتبدل رائحتها إلى رائحة أخرى. الموائد المعنوية هي هذه الموائد، ريح رائحتك الطيبة في القبر والقيامة، ابعث الزاد للقبر والقيامة، طعامك هذا ليس بزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كلمة أخيرة الصيغة هكذا: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب، اللهم اغفر لي وتب علي. لماذا هذا التنويع في التعبير؟ ما هو الفرق بين أستغفر الله وأتوب إليه؟ إذا كان المعنى واحدا لا تكرر، والعرب تقول الأصل هو عدم التكرار، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. الجملة الحكيم البليغ لا يكرر هكذا جزافا، والله العالم. أستغفر الله من صيغ الاستفعال، أستفهم تطلب الفهم، أستغفر تطلب المغفرة، إذن تطلب العفو من الله عز وجل. طبعا غير النادم يستهزئ بنفسه، النادم العازم على عدم العود يستغفر حقيقة، ولكن أتوب إلى الله أي أعود إلى الله. الذي يعود إلى الله كأنه يقول يا رب رجعت إليك، أنا لست في مقام المعصية. الاستغفار بعد المعصية، ولكن التائب بناؤه على عدم المعصية أساسا. ذكرنا في محله ولد آبق في الطريق في الشارع يطرق الباب يقول لأبيه وأمه عفوا معذرة، هذا استغفار، ولكن لا زال في الشارع. ولكن عندما يفتح الباب يرتمي على أحضان أمه يبكي كثيرا، يقول سوف لن أخرج من عندك، أنا عدت إليك، تبت إليك يا أمه، أي رجعت إلى المنزل. التائب هو العائد، بناؤه على عدم التمرد والبقاء في درع الله الحصين. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر العظيم. اللهم أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. أبلغ سلامنا إلى من بعث في هذا الشهر رحمة للعالمين في يوم مبعثه، وأبلغ سلامنا إلى من ولد في هذا الشهر الكريم وصيه أمير المؤمنين، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر،
واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.